مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامجكم صدى الاقلام، ونرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في الزمان اعترافات تلفزيونيه لقاتل هشام الهاشمي وتجاهل الكشف عن الجهه المحرضه على الاغتيال. في القدس العربي تنظيم احتجاجات للمطالبه بانهاء الافلات من العقاب في العراق. في العرب اللندنية موجة مناشدات تمهد لمقتدى الصدر طريق التراجع عن قراره الشكلي بمقاطعة الانتخابات. في العربي الجديدة صحة العراقية تحديد الحركة خيار مطروح لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا. في الخليج الإماراتية بعد اعتذار الحريري غليان في لبنان والجيش الأمن خط أحمر. في الشرق الأوسط مشروع قانون جمهوري لفرض عقوبات على خامنئي ورئيسي. وفي الدستور الأردنية فيضانات الموت 108 قتلى في أوروبا بينهم 93 في ألمانيا. الاعترافات التلفزيونية للقتلة عملية لتوكيد العمل من أجل تطبيق العدالة، لكن لا يمكن التعويل على عرض أقوال قاتل واحد، في حين أن البلاد يسرح ويمرح فيها قتلة شهداء تشرين وقبلهم قتلة آخرون أوغلوا في الدم العراقي. فتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أن نقطة الضعف الرئيسة في العرض أن قاتل هشام الهاشمي الذي ظهر في الشاشات أخيرا يعيد سرد وقائع نعرفها جميعا وحكتها قبله الكاميرات التي صورت عملية الاغتيال بدقة ووضوح. الأخطر هو أن القاتل لم يكشف للناس عن الذين كلفوه تنفيذ الاغتيال. العراقيون يعرفون ما حدث ولا يحتاجون من يعيد وصف ذلك. المهم هو تحرر السلطات من قيود المحافظة على مشاعر الجهات الخارجة على القانون بشخوصها وتنظيماتها وأكذوبة مراعاة عدم استفزازها للحفاظ على الهدوء وعدم التصعيد. أي تصعيد أكثر من أن يزهق القتلة بين يوم وآخر خيرة شباب البلد؟ من يضمن لنا أن يكون الشخص المعترف تلفزيونيا هو ذاته القاتل الحقيقي إذا لم يجري ذكر تفاصيل التنظيمات التي كلفته بالاغتيال؟ ليس مهما القبض على القاتل كفرد ما دامت عجلة القتل تدور بمنظوماتها الكاملة وتنفذ ما تريد، وقد تترك واحدا أو اثنين أو ثلاثة يسقطون من عجلتها العملاقة وهي تسحق العراقيين. سمعنا تبريرات في كل الحكومات الماضية من أجل عدم الإشارة إلى تورط دولة أو جهة خارجية أو تنظيم أو حزب أو شخصية في الداخل بعمليات راح ضحيتها عراقيون أبرياء أغلبهم من أصحاب الرأي أو وجوه اجتماعية لها مكانتها بين الناس، وتصدت انحرافات السياسيين غالبا بالقول والنقد ليس أكثر. ويختتم فاتح عبد السلام بالقول إن العراق لن يكون بخير ما لم يتم وضع النقاط على الحروف بقوة القانون والسيادة الوطنية، ولا يبدو أن ذلك قريب الحدوث. لم تكن الحاجة إلى حريق مستشفى الحسين في الناصرية للتأكد من أن الوضع العراقي يسير من سيء إلى أسوأ. لا يكشف الحريق عيبا في بناء المستشفى الذي استخدمت فيه مواد غير قادرة على مواجهة النار فحسب، بل كشف أيضا عيبا في البنيان العراقي ككل. خير الله خير الله، يقول في صحيفة العرب اللندنية إن هناك عيبا عراقيا في الأسس التي يقوم عليها النظام الذي استطاعت فيه الميليشيات أن تكون هي السلطة الحقيقية عام 2003. عادت هذه الميليشيات لتتحول إلى أدوات إيرانية تستخدم بعملية وضع اليد على العراق خطوة خطوة، وذلك على الرغم من المقاومة التي يبديها الشعب العراقي بكل فئاته بما في ذلك الشيعة العرب الذين ترتب عليهم ولا يزال يترتب مواجهة سلسلة من الاغتيالات التي لا هدف لها سوى تسجين العراقيين إيرانياً لا أكثر. تتميز الفصول الجديدة في المأساة العراقية في أنها تقود إلى مرحلة سيتوجب فيها الإعلان عن فشل النظام الجديد
الذي سعى الأمريكيون إلى إقامته ما بين العامين 2003 و2004، وفي كل يوم يمر يتبين كم أن هذا الفشل يقترب وكم أن حجم الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كبير، خصوصا في ظل رغبة إيرانية في جعل العراق ورقة في أي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية. يذهب العراق فارق عملة في التجاذب القائم بين أمريكا وإيران التي رمت بثقلها لتأكيد أن العراق مجرد محمية إيرانية تسيطر عليها ميليشياتها تحت تسمية الحشد الشعبي. ليس المستشفيات العراقية وحدها التي ذهبت ضحية الأطماع الإيرانية في العراق، كل العراق صار مهددا. بات في الإمكان التساؤل، هل من خيار آخر أمام الكاظمي غير الاعتراف بفشله في مواجهة الحشد الشعبي؟ ويضيف خير الله أنه في كل يوم يمر تتعقد الأوضاع أكثر في العراق، فالبلد لم يستطع بناء نظام قابل للحياة، وأنه ليس سوى كلمة الفشل تصلح لتتويج سلسلة المآسي العراقية التي أوصلت إلى بناء مستشفى بمواد غير قادرة على مواجهة أي حريق، وصرف 80 مليار دولار على الكهرباء من دون أن تكون هناك كهرباء. بعد كارثة الحريق الذي التهم مستشفى ابن الخطيب في بغداد يوم 24 من نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الحادث هو مس بالأمن القومي ويجب أن لا يمر مرور الكرام، وأمر بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المقصرين. صحيفة الخليج الإماراتية تقول إن الكارثة تكررت مساء الاثنين الماضي في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، وتكررت المواقف والتصريحات من دون أن يتغير أي شيء. في كل مرة تتخذ نفس الإجراءات بإقالة وزير أو مسؤول وتجرى التحقيقات ولا تتوقف حرائق المستشفيات التي يقال إن سببها اشتعال النار في أسطوانات الأكسجين داخل المستشفى، إذن ومع عدم وصول التحقيقات إلى أي نتيجة فإن المسؤول عن الحرائق هو أسطوانات الأكسجين. فلماذا أسطوانات الأكسجين؟ لأنها الشماعة التي تخفي الحقيقة المسكوت عنها ولا يتجرأ أحد على مواجهتها، وهي الفساد المستشري من أعلى الهرم حتى القاعدة. أجل، إنه الفساد آفة العراق، بل آفة العصر الذي ينهش جسد العراق. ففي مؤشر الفساد العالمي للعام 2020 احتل العراق المركز 160 ليكون من أكثر الدول فسادا في العالم. وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الفساد المستشري في النظام العراقي يحرم الناس من حقوقهم الأساسية وسط اتهامات بنهب المال العام بأكثر من 250 مليار دولار منذ العام 2003 وفي ظل غياب مساءلة عامة. في مثل هكذا وضع سوف يبدو من الغريب ألا تقع فواجع وكوارث وحرائق في مستشفيات أو انقطاع للكهرباء أو انعدام للخدمات العامة وانهيار للمنظومة الصحية والتعليمية وتهرب من دفع الضرائب واعتداء على المؤسسات العامة وتسلط على المرافق المالية من قبل أحزاب سياسية وميليشيات. وجاء في افتتاحية صحيفة الخليج أيضا قولها إن المفجع أن الخطاب الرسمي العراقي تجاه هذه الكوارث يتكرر، والمفجع أكثر أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يبدو مكبلا بأغلال سياسية وحزبية وطائفية لا يستطيع الفكاك منها، تمنعه من الوقوف بحسم وقوة في مواجهة الفساد والفاسدين واجتثاثهم تحقيقا لوعده. يفاجئ زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر أنصاره وخصومه على السواء، فقد ظهر صباح أول أمس الخميس أمام وسائل الإعلام المحلية والعربية ليعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن مقتدى الصدر يحاول بهذه الخطوة النأي بنفسه عن مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في العراق من خراب وفساد ودمار. يمثل تغير خطاب الصدر من الحراك الجماهيري مثالاً عن التناقضات الكبيرة التي تسم الشخصية السياسية للزعيم الشيعي. فبعد اغتيال الأمريكيين لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
حاول الصدر موازنة البوصلة السياسية باتجاه إيران التي كان موقفها من الحراك عدائيا وعنيفا، وكان ذلك قرارا المقصود منه كسب ود جمهور الفصائل المؤيدة لطهران، واضعا في حسبانه تعويض الخسائر المتوقعة من جمهور الحراك. ويشبه هذا القرار عددا من القرارات الأخرى التي تتقلب بين الاتجاهين. جاء قرار الصدر الأخير بعد أيام من حريق مشفى الحسين في الناصرية، والذي أدى إلى مقتل العشرات، ما اضطر مدير صحة المدينة صدام الطويل المدعوم من تيار الصدر للاستقالة، وهو الحريق الثاني المأساوي لمشفى في العراق بعد حادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والذي أدى لمقتل 82 شخصا وإصابة العشرات. وتنحى على إثره وزير الصحة السابق حسن التميمي، وهو أيضا مدعوم من التيار الصدري بإعلانه عدم خوض الانتخابات يتجنب الصدر تحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، وهو اليوم يؤكد أن الجميع إما قاصر أو مقصر، والكل يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب. جاء في صحيفة القدس العربي أيضا أن مقتدى الصدر يعود بذلك إلى النهج الأساسي الذي يتبعه بالترفع عن الجميع ومشاركته حين تهب أو أن تكون الأمور لصالحه في مغانم السياسة والحكم أو مناهضته للحركات الشعبية التي يسعى دائما للظهور بمظهر المدافع الأوحد عنها. عندما يقول البنك الدولي إن أزمة لبنان المستمرة هي أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ عام 1850، يصبح كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن الإجماع السياسي الأوروبي على اتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية مبعثا للاستغراب والذهول. راجح الخوري يقول إن الشرق الأوسط إن الذين صنعوا الكارثة التي أودت بلبنان ليس في وسعهم إطلاقا أن يصنعوا حلولاً تعاقبهم وينفذوا خططاً تنقذ البلد المنكوب. يقول لودريان في اجتماع بروكسل: لقد طالبنا السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء الإصلاح، لكنها لم تستجب. وهذا ليس بمستغرب، لأن الجماعة السياسية التي صنعت المأساة لا يمكنها أن تصنع الحلول، والتي غرقت كعصابة متكافلة متضامنة في الفساد والسرقة ونهب المال العام، ليست هي التي تقوم بالإصلاح، لأن الإصلاح في معناه العملي يعني إنزال العقاب بها وزج أعضائها في السجون وجرهم إلى المحاكمات والإدانات. المشكلة في لبنان هي تماما كما وصفها رئيس مؤسسة تاسك فورس فور ليبنون إدوارد جابرييل في العام الماضي عندما زار لبنان وقابل كل المسؤولين وبحث معهم الأزمة الاقتصادية وموضوع الفساد والنهب الذي دمر البلد، فقد قال: لا يمكنكم تنظيف البيت بالممسحة الوسخة، ما يعني كما هو واضح أن هؤلاء هم الممسحة التي لن تتمكن قطعا من تنظيف البيت اللبناني ووقف الفساد والهدر ما داموا هم في السلطة. وليس كثيرا أن يتلاقى هذا الكلام مع ما سبق أن قاله الرئيس ميشيل عون من أن السياسيين هم حماة الفساد، ومع كلام رئيس الحكومة حسان دياب الذي قال إن الفساد أقوى من الدولة، بينما الحقيقة واضحة تماما هي أن الفساد هو الدولة والدولة هي الفساد. فمن أين نأتي بالمصلحين والمنقذين؟ وهل معاقبة السارق ستجعل منه مستقيما وشريفا؟ وبحسب الكاتب راجح الخوري، فإن المشكلة تفرض عمليا تغيير الممسحة السياسية الوسخة التي يحاول الأوروبيون عصرها عبر العقوبات بهدف تشكيل حكومة تنتشل لبنان من جهنم، الذي قال عون قبل أشهر إننا ذاهبون إليه ولقد وصلنا فعلا. قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تقريرا إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، يتحدث فيه عن المعوقات أمام الوصول إلى اتفاق نووي مع واشنطن. مدراء أوف تقول في صحيفة اندبندنت عربية إنه على الرغم من أن ظريف أشار إلى أنها تدور حول عدد من العقوبات، فإنه أوضح أيضا أن الخلاف الداخلي في إيران كان أحد معوقات تسريع الوصول إلى اتفاق.
وفقا لتقرير ظريف، فإن أحد الأهداف الأساسية للمفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا الأخيرة كان إلغاء العقوبات التي فرضت على عدد من الكيانات والشخصيات الإيرانية باعتبارها مهينة. لذا فقد سبق أن أعلن طهران أنه جرى رفع هذه العقوبات في حين سارعت الولايات المتحدة بنفي الأمر. ومن المعروف أن سياسة العقوبات استخدمت من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة لمحاولة تغيير سلوك إيران، وقد أتت سياسة الضغط الأقصى ثمارها، فقد ألحقت ضررا اقتصاديا كبيرا، وأدى النمو الاقتصادي الذي أعقب رفع العقوبات في العام 2016 إلى حدوث ركود تضخمي. وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها، وانخفضت صادرات النفط التي تعد مصدرا مهما لإيرادات الحكومة من 2.5 مليون برميل يوميا إلى أقل من 500,000 برميل في اليوم. ومع ذلك لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن سياسات إيران الإقليمية تتغير أو أن قادتها على استعداد للخضوع لمطالب إدارة جو بايدن، بل أجلت المفاوضات بناء على طلب إيران حتى تسلم الرئيس الجديد ولايته، وربما حتى تقنع واشنطن بضرورة رفع العقوبات عن بعض الأسماء، ومنها المرشد الإيراني والرئيس الجديد وبعض الشخصيات من الحرس الثوري. وترى الكاتبة هدى رؤوف أيضاً أن العقوبات هي ما دفعت النظام الإيراني دائماً إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، ومن ثم ستظل أهم أدوات الضغط التي توظفها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتعامل مع إيران عند عمدها إلى زعزعة استقرار المنطقة. قرر الرحالة السعودي عثمان شاهين القيام برحلته إلى الحج من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة، والتي يمر فيها عبر طريق الفيل ليقطع أكثر من 675 كيلومترا لأداء مناسك الحج. وينسب طريق الفيل إلى المسار الذي سلكه أبرهة الحبشي في طريقه إلى مكة المكرمة لمحاولة هدم الكعبة في القرن الأول قبل الهجرة. ووثق الرحالة السعودي الشاهين العديد من المقاطع المصورة خلال رحلته التي توضح العديد من المواقع التاريخية والأثرية على الطريق الذي سلكه إلى مكة المكرمة، مؤكدا مواجهة العديد من المواقف والتي تعرف عبرها على كثير من الناس. وعبر الشاهين عن استفادته من الرحلة في كل المجالات، منها الدينية والمعرفية والجغرافية، التعرف على القبائل والكثير من المناطق، كما أوضح أنه واجه بعض الصعوبات منها تعرض الجمل للإصابة. إلى الكاريكاتير الآن. ختام صدى الأقلام، ظلوا دائما في رعاية الله.